هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى المسجد مقابل إيصال من أجل الضرائب؟ ليه لا؟ انتفع بما تبذله من مال للمسجد للضرائب، وإذا جالك ريتيرن من الضرائب هذا دخل يضاف إلى دخل العام القادم، فستدفع هنا زكاة السنة الجاية برضه. يعني هذا لا غنى لي عن بركتك يا رب، فاحرص على ما ينفعك. فإذا كان تقديم الإيصال إلى جهة الضريبة ينفعك ضريبيا وينفعك ماليا، يرد لك شيئا من المال، الحمد لله انتفع به، والمال الذي يدخل سوف تدفع زكاته العام القادم أو حتى هذا العام إذا جاءك قبل انقضاء هذا العام بإذن الله تعالى.